بالتأكيد يا أحمد مشروع مهم جدا، مشروع ممشى أهل مصر، وبيعتبر واحد من المشروعات اللي فعلا هتغير وجه القاهرة والمحافظات المطلة على أطول نهر في العالم. هيساهم في إعادة الوجه الحضاري لمختلف المناطق المطلة على نهر النيل، وهتزود من نصيب الفرد طبعا من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة، وبالتالي هتحول لأماكن جذب سياحي، وده شيء موجود وبيحصل في كل المدن العالمية اللي بتطل على أنهار أو مجاري مائية. فمش غريب ان احنا نبدأ في مشروع ممشى اهل مصر عشان يرجع النيل ملك المواطن ولكل اسرة ماشيين على ضفافه.